بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا اليوم الثامن من شهر محرم، عفوا، هذا اليوم التاسع من شهر الله المحرم لعام 1424 الهجرة، مع تحيات حيام الحماد بمدينة رنية. وهذا اليوم قد أعطى الله هذه المدينة الجو الجميل والسحاب، فنسأل الله عز وجل أن يغيثنا، أن يغيث قلوبنا بالإيمان، ويغيث بلادنا بالأمطار، كما أسأل عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأسأل عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا، ويجزاهم خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين، كما أسأل عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وغدا إن شاء الله صيام يوم عاشوراء لعام 1434 الهجرة، فنسأل الله يعيننا على صيامه ويعين جميع إخواننا المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وكما أسلفت هذا الصباح الجميل في رنيا في يوم 9 محرم 1434 الهجرة، فأسأل عز وجل أن يحفظ رنيا ويحفظ أهل رنيا ويحفظ جميع الشعب السعودي ويحفظ ولاة أمورنا ويحفظنا قائمين ويحفظنا قاعدين، إنه على كل شيء قدير. وخير ما تقضى به الأوقات ذكره عز وجل. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، وأن محمدا عبدك ورسولك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وفي الختام أسأل عز وجل أن يحفظنا قائمين ويحفظنا قاعدين ويحفظنا راقدين، وأسأل عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. وكما سلفت هذه مدينتي الحبيبة مدينة رني، نسأل الله يحفظنا ويحفظها ويحفظ جميع المملكة العربية السعودية ويحفظ ولاة أمورنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سجلت هذه المادة في يوم 9 محرم 1434 للهجرة.